مجموعة من الفاكهة اختياركو اللي موجودة عندكو، البواقي اللي موجودة، باكو جيلي اي طعم، انا مستخدمه فراوله، انتوا تستخدموا اي طعم موجود عندكم او انتوا بتحبوه، وباكو كاسترد بيتجاب من عند السوبر ماركت، في مليون نوع، استخدموا النوع المصري، هنجيب باكت منه، وعندي لبن، تمام، عندي بواقي الكيك طبعا اساس الوصفه، وعندي شويه كريمه مخفوقه، كريم شانتيه اذا موجوده، مش موجوده مش اساس في الوصفه خالص. هعمل ايه؟ هاخد اللبن، واكيد معانا سكر طبعا عشان نحلي بيه الكاسترد. تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى. اول حاجه هعملها هحط اللبن على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. على اللبن احط الايه؟ السكر. احلي التحليه بتاعتي الطبيعيه، نخلي بالنا انه طبقات، فكل طبقه لازم تكون متحليه مظبوط، مش متحليه زياده عشان ما الاقيش الطبقه في الاخر جازع قوي اهو. واقوم جايبه لسه شويه، واقوم جايبه شويه لبن هنا اهم، شويه لبن صغيرين احط عليهم الكاسترد، بودره الكاسترد موجودة في كل السوبر ماركتس والبقالة، وموجودة بكل الماركات، يعني في ماركات مستوردة، في ماركات مصري، ماركات مصري هايلة استخدموها، مش موضوع خالص يعني اهو. هنا هحط باكو الجيلي، انا مستخدمة فراولة، انتوا هتستخدموا اي حاجة انتوا عايزينها. على الباكو ده المفروض احط كوبايتين مية، واحدة من الحنفية والتانية سخنة، انا هحط كوباية ونص لانه عايزاه تقيل شوية. ادي النص واقلب، وبعدين انزل عليه كوبايه السخنه. الجيلي بيبقى فيه سكر فانا مش هزود سكر، اللي حابب انه يزود سكر يزود، بس انا مش هزود لان بالنسبه لي كده التسكيره مظبوطه عشان الطبقات ما تزيدش مني قوي. وارفع على النار يغلي غلوه واحده بس، ارفعه اهو. نجيب بواقي الكيك يا جماعه هنا، في اي طبق، في اي كاسات لوحدها، اي حاجه، وابتدي ايه ارص كده، لو لقيتها تخينه قوي ممكن نرفع، ممكن نصغر براحتنا، بايدينا اهو، الموضوع سهل قوي. واخد اي نوع عصير، اي نوع شربات، اي حاجه موجوده عندي في البيت، مياه غازية بأي طعم انتوا بتحبوه، أو بيضة، وأقوم إيه أسقي الكيكة بتاعتي، لأنها أساسا إحنا مستخدمين كيكة ناشفة لأنها بواقي، فأسقيها كده أوكي. وأرجع هنا للبن بتاعي لأنه بدأ يغلي، أقوم بقى بإيد بنزل الخليط بتاع الكاسترد أو الخليط بتاع النشا لو أنا بعمل مهلبية على خليط اللبن اللي بالسكر. بسم الله، ايد بتنزل وايد بتقلب لحد ما يتقل، مش عايزاه تقيل قوي على فكره. طيب انا هنا مجهزه شويه جيلي بنفس الطريقه دي بالظبط، بس حطيتهم في الطبق ودخلتهم الثلاجه لحد ما جمدوا، لان طبعا ما كانش هيلحق معايا اعمله يجمد على الهواء. فبنفس الطريقه بعمل ايه بقى انا في البيت، بسيب منه حبه سايلين الجيلي عشان اسقي بيه الكيكه، وحابه بدخلهم الثلاجه، او لو هستخدم عصير فاكهه خلاص بحط الكميه بتاعت الجيلي كلها في الثلاجه. بصوا الكاسترد بدا يتقل اهو. خلوا بالكم طبعا زي ما بقول لكم دايما، اي حاجه فيها نشا بتتقل اكتر لما بسيبها تبرد او ادخلها الثلاجه، فمش هنزود قوي عليهم يعني. المفروض ان انا اسيب الكاسترد يهدى خالص قبل ما ابتدي استخدمه، انا مضطريه ان انا استخدمه دلوقتي عشان ما عنديش حلول ثانيه. ليه بقى فصلته؟ عشان شوية من دول هقوم منزل عليهم شوية كاكاو عشان يبقى بالشوكولاتة، أو أحط عليه شوية شوكولاتة مبشورة، هو أصلا سخن فهتدوب معاه، فهيبقى كاسترد بالإيه؟ بالشوكولات أهو. هجيب شوية شوكولاتة مبشورة كمان عشان أحسن القوام شوية أهو، وهو سخن كده وأدوبهم، مش لازم على النار.
يبقى انا كده بقى عندي ايه؟ اكتر من نوع للطبقات، واكتر من لون، واكتر من طعم. بس كده كده كويس قوي قوي. هايل. هنعمل ايه بقى حالا؟ هقول لكم هنعمل ايه. هنا فاضل لي دقيقتين بس. هنا حطيت بواقي الكيك وحطيت عليه الجيلي السايب كاسترد بالفانيليا، هتسيبوه يهدى فهيمسك نفسه. احنا مضطرين نشتغل وهو سخن، معلش الوقت بيحكمنا. كيك، بواقي كيك، جيلي او عصير كاسترد بالشوكولاته، مكسرات اوكي، فاكهه ماشي الحال، اللي انتوا عايزينه. كيك، وبعدين ايه؟ وبعدين بقى طبق الجيلي من اللي احنا عملناه وسبناه في الايه؟ في التلاجة اهو. وبعدين اهو محطة شوية كريم شانتيه اذا موجود عندي على الوش.